أهلا بكم في النشرة الاقتصادية. أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تم تغطية الإصدار رقم 119 من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة الإصدار 26 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوما تبدأ في 16 من يوليو لعام 2015 إلى 14 من يناير لعام 2016، ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 1.28% مقارنة للإصدار السابق بتاريخ 18 من يونيو لعام 2015 والذي كان بعائد 1.25%، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 194%.